معكم من جديد مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة مطبخي ودائما ويانا الشيف عباس وبطلالته الجميلة. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير مرة. أول حب نقولكم مشاهدينا إنه المواد الأكل لهذا اليوم المشاركة في طبخة الشيف عباس برعاية سلسلة جروب مطاعم سيتي سنتر، وأيضا لكنة المطبخ من مطبخ اسطنبول. وحنبلش ونشوف شنو الطبق الرئيس والطبق الثانوي اليوم حضروا. يعني اوكي، اليوم مقلوبه لحم، مقلوبه على السريع. مقلوبه ايه، وعندي تذكرت محمد القاسم، قلت لي مقلوبه لحم القاسم. واللي عندي الطبق الحلو هو الكيك لوف، يعني باللوف راح يصير. اهم شيء كيك بارد. ايه اهم شيء كيك البارد. تحبين كيك البارد؟ مو جاع، الدنيا حاره الصيف، يعني تعال اكيد. عندي هنا نص كيلو لحم، اللي انا هسه المقادير اللي تكون، انا سالقه ومحضره نص كيلو لحم. حيكون عندي الباذنجان مقلي ومجهزه، بعد ما عنديش يعني بس تتكبسيها. اي بعرف ايش حصل. والبطاطا عندي هنا، والبصل والفلفل، والكون عندي الطماطم، الفلفل البارد يكون هو. وعدي المكسرات، وعدي المعجون والتمن. نجي هنا هسه نبلش. قلنا احنا اللحم سالقه وحامسه، اي ويعني لاحمس فيه تقريبا نص كيلو لحم مقطعه، ممكن هي يعني حسب الجذر اللي حسب الجذر. والمقلوبه ممكن تصير بالقوزي، يعني قطعه القوزي اذا هي كامله قطعه قوزي مسلوقه كامله اقدر افلسها واسويها نفس الشيء. اجي هنا اضيف وياهم البصل، البصل والفلفل. يكون اللحم الغنم الكتف او الفخذ، او اذا ماكو اقدر العجل الشرح اقدر اشتغله نفس الشيء، اسلقه واحمسه. مشاهدينا اكيد هواتفنا امامكم اسفل الشاشه، اللي يحب يشارك ويانا في مطبخي ويا شيف عباس ونشوف شنو استفساراتكم عن الاكلات او تستفسرون عن اكله اليوم اللي احنا بصدد بنسويها على الطباخ. ليش تبتسم؟ ان شاء الله هسه يقول لك الاكل نفس، فحتطلع الاكل انا كلها ايش نبتسم. اي اكيد نفس، يعني عباس بده يسوي يبتسم. هسه اسوي شو المكسرات. اي مو ضروري المكسرات، بس انا حاب اضيفها ويا مكسرات ولا فلفل حار. اي مكسر حب فلفل حار اليوم بارد، الفلفل حار موجود. يحب الاكلات اللي تكون نكهتها حاره. شيف عباس هسه ضفنا زيت، لها تشكيلة لوز وكشمش. الكشمش واللوز، اللوز الكامل واللوز المفلس. اها ها انت، هي اصلا ما مستوية وهاي انت حسيت. اي راح احمسها شوية هنا أنا حتى ما بيها هنا. اي يصير شكلها حلو. خليتها شوية زيت حم، بقيت احمسها بالزبدة. اذا خليتها راح من يبرد يبس الزبد عليها، راح يصير طعمهم و خلي يا الله خليها. خليها شوي على راحتها. نجي هنا نقلب. طبعا هي هاي الاكله مال السفرات همين. اي مناسبه للسفرات دائما اذا بسفره شيء. هو اذا شيء همي سوى ترى الجمعه خميس مقلوبه. لا احنا اكلاتنا هاي الثالثه الجمعه. الخميس نطلع ناكل برا، نعطي فرصه للمطاعم. سنضرب لنا المعجون. كم حشوقه هاي؟ حشوقتين. حشوقتين. حشوقتك كبيره. البيت انا عندي صغار. يعني باع انت ما طابخه بالبيت. لا انا اطبخ. شوف انا حقول لك شغله. اللي تطبخ كل يومية يعني لازم هاي يعني مرة قادرة يعني قوية بالنسبة،
انا احب الطبخ بس يمكن بتزايد ثلاث مرات تطبخ بالاسبوع. جديات يعني انا اشوف عندها يعني باقي الايام شوف باقي الايام لا سلق سلق شايف انه احلى اكل انه بتيته مسلوقه وبيض مسلوق هم رجيم ايه وهم اللوني هاي انت الاكله ما تقدرين يعني تسويها وتعبانه لا اعرف اطبخ بس قلت لك يراد له يعني حيل اطبخ انا اليوم رجيم لا مو يراد له حيل ويراد له واهس فانا ما اقدر اطبخ طبخه وتطلع ما طيبه بينما اذا ثلاث ايام بالاسبوع حتطلع الاكله طيبه انت لا تجي تسوي لك اكله طبوا على يوتيوب عليه وشوف هم تطلع ما طيبه هم تطلع ما طيبه الى مو واهس فاشوف انا يعني الله يساعد يعني امهات يعني ما شاء الله عليهم كل يوميه طبخ كل يوميه ليش قلت لك اكو يصير ملل عندهم ينسى يجي يطبخ هسه نضيف التمن انت هذا غاسله ومنقعه اي مغسول ومنقع انت تطبخ كل يوميه؟ ها؟ عدا يوم جديد اكيد عدا يوم جديد يعني قصدك شنو انت شنو خلاك يعني تحب الطبخ او هي شنو الصدفه؟ هو ترى الطبخ هو يعني هم من الهوايه يعني شلون هوايه هوايه المطرب والموسيقي والهاي دائما نفس الشيء طيب طيب شلون تحافظ على يعني صحه التمنايه تبقى بدون ان تتكسر؟ يعني تقلبها هيك التمنايه؟ انت بالبدايه تقلبها انه بعدها قوي وبعدين لا هو بعدي هسه قوي يعني انا من منقعاني يعني منقعه تقريبا تقريبا ربع ساعه نص ساعه عندنا شهلاء صباح الخير شهلاء صباحك شهلاء عادي عيوني انت قولي يصبح صباحك بوات مال البورك البورك ايه ايه صار اليوم عشاك البورك الله عيوني لك عيوني البورق طيب. ايه البورق احنا قلنا بدون خمره العجينه ايه يكون عجينه عاديه ممكن اخلي لها مثلا نص كيلو طحين راح اضيف له نص قلاس حليب شويه حليب اضيف له وشويه ملح وراح اعجنه بمي شويه دافي بالاخير راح اخلي له زيت يكون نص قلاس زيت اعجنه بالزيت ورا ما تقوم ما تلزق هي العجينه اذب له زيت واشنق شنق الاريدين مثلا او هي كلها نفسها شنق اسويها واغطيها واخليها على صفحه شويه ترتاح اجي اسوي الحشوه الحشوه حتكون لحم مثروم والمعدنوس والفلفل الاسود ممكن اي تتبيله تخليها يعني ماكو مشكله وتخليها تبرد على صفحه الحشوه بصينيه تجي انت فرشين العجينه تكون جاهزه العجينه وتخلين حشوه وتلفيها حسب اللفه تكون ماتج هنا بقى يتحمص صار لونه صار حلو هالشكل هذا نجي الان نضيف الملح للتمن للتمن عندي التروبيكا هنا اني ذاكرها اللي تخليها ويا التمن الاحمر ويا التمن الاحمر تكون تعطيها نكهه قويه نكهه قويه وحمار تكون لمعه تطيب جميل سرديت حمص اجي هنا هسه راح اضيف عندي مي هنا قلنا دافي انا مجهز فور هذا دافي اي فور عندنا زهراء من زهراء صباح الخير زهراء صباحك زهراء صباح النور اهلا عيوني هلا بيك انا عندي عندك ليش البحث سويته انت ايه صباح النور عباس عيوني اسمعك صباح النور اسمع عينك اني عندك ليتي صباح انت سويتك ليتي ايه بس اني عمتي عندي يعني معيها منتهي نهائيا اريد على قد كيلو قد احصل ليتي دهن يعني راح تضيفين بدون دهن؟ اي انا يعني بدون دهن قد احصلها يعني بدون دهن بس يعني متى اصل دهن هاي من كلهن والكليتي عندنا مقادير موجوده على الشاشه بس بدون لا انا اعرف المقادير بس كدهن اني كدهن كدهن ممكن تسويها بدون دهن بمي. يعني عادي تطلع طعمها طيب؟ اي عادي بس لا ما يطلع طعمها يعني اللي تريديه انت. ما يعني هو لو حتى بس شويه. اي ممكن تخليني ربع استكه ممكن تخليني زبده انا قلت زبده ذكرتها نص زبده.
وياها مي تخبطين وتضيفيها وتتلكلكيها بايدك. عيوني شكرا لك. شكرا زهراء على اتصالك. نعم هسه ضفنا راي يكفي هذا مي راح نغطيه ونخليه هاي البصمه صدق البصمه طيب هسه بعد ما عدنا شيء نقعد بالجدر هذا خليه على صفحه داخل يكفي والحشوه بقت نعم بقالها شويه ايه انتهت الكشمش بدا ينفخ ويستوي واللوز يعني ايه. حسب ايه. اكو ناس ما يحبون اي مو شرط انا ايه سؤال المخرج يقول ليش الكشمش ما يبقى منفوخ؟ عندك اجابه للسؤال؟ مو يعني هو كشمش حتكون بطنه هي فارغه من تروح الحراره ينفخ بالحراره ويستوي من يعني هي حتى يستوي من الداخل ومن يبرد راح اكيد راح يكش لان هو بطنه حتكون فارغه يعني ما بيها هاي اجابه فيزيائيه كيميائيه يعني استاذ فراس تريد ليش يقول ليش يكش يعني لا تريد مفروشة جيب سرنجة واضربها اي شيء زيت مي يستخدم تقنية الفلر حاليا او يخلي لها كولاجين شوية تعيد الصحة عليها بس هسه انتظر التمن يستوي عندي هنا الكيكه قلنا الكيك انا مجهزها لان وقت البرنامج ما راح نعم يساعدني مخلي نوتيلا بالكاسه ومخلي مواليد اذا صباحك شو مواليد؟ الو صباح الخير صباح الانوار مواليد يما عندي سؤال بلا زحمه مو على الطبخ سويت طرشي خليت بيه خال وهذا بس صار كلش حامض شلون اقلل الحموضه مالته الحموضه مالته ذبين هو بيه الخل ذب الخل اي ورجع خلي بس مي بس مي خاف يعفن لا رجع خلي بس مي وحامض ومالح حامض لا هو كلش حامض حامض ضيفي مي وملح شويه فوقه رجع يعني غسلي تقدرين تغسلي وترجعينه عادي حتى لو نص بطل الخل والباقي قلاص نص قلاص ملح والباقي مي عادي يعني ماكو مشكله يعني شلون يعني اخليه اذب قسم من الخل واخليه مي وملح غسلي اي غسلي الطرشي من جديد غسلي ورجعي خلي المواد اشكرك يما رحم الله انا بيك عيون الله يحفظك شكرا لك على اتصالك هسه انت هذا لوف اللوف ايه اللوف هسه راح اشرح شلون شكرا يما اشكرك عيني عيوني كيك اللوف تكون مقاديره موجوده ويانا كيك اللوف يكون اللوف واحد كيس وكريمه الشانتي اثنين كيس واحد عندي هنا وواحد ضفته وهي النوتيلا نوتيلا واحد يكون كلاس حليب هسه انت مسوي بالكاكاو ولا بالنوتيلا؟ بالنوتيلا بها كاكاو هسه ايه كون ادفع من الدم وين كاكاو هسه عدينا له قلنا اعطيك يا لوندري وياك تاخذ ها؟ اعطيك يا لوندري تاخذه وياك عدينا له جبت كيس لوف وقطعت الاطراف مالته حتى ما تكون يابسه الاطراف مالته. ايه. جبت نوتيلا واحد وقلاص حليب وياها. خبطت النوتيلا ذابت بالحليب. وضفت كريمه الشانتيه واحد وياهن بدون اي حليب يعني اضافي. خبطتها صارت سمك هذا السمك يكون كاكاو عادي. وخليت الكيس يكون بالقالب هذا. باي قالب يختار؟ اي خلي الكيس جوا وخلي كاكاو جوا واصفط اللوف.
ارجع اخلي كاكاو واصفط اخلي على ما تخلص عندي هاي تكمل واسلفنها واضمها بالتجميد شويه تبرد تطلع بهالشكل هذا. جميل. هسه انتهينا من هاي. يعني الحلو انت تعلمنا شغلات باللوف ممكن نستخدمها. اي ممكن باللوف اي ممكن يعني ماكو مشكله. وتكون حلوه سريعه. اكيد يصير. عندنا بعد نخبط ال شوف التمام. التمام حتى تتشم الريحه؟ ها الريحه تتشميها انت؟ ما بدي اسالك انا اخبطك بالموضوع. بس راح نهدي النار. ايه النار مالتها حتى شويه بعد انت عندك خبره تعرفي. لا تبغي اقول ثلاث ايام يعني ثلاث ايام بالاسبوع بس اربع ايام قاعدين مصفطين. اعطي فرصه للمطاعم تاخذ فرصتها. ضفنا اقلاص حليب. ترى مو زين واحد ياكل اكل دسم كل يوم. كريمه الشانتي بالفراوله. الاكل شلون الدسم؟ مو كل يوم يا واحد ياكل اكل دسم. اي مو كل يوم. الدسم يتعب. ما يحتاج تتعب. وين مضربك ذاك؟ الله وين مبسطها ممكن مبسطها. كل خلاط الكهرباء. طبعا عند الخلاط الكهربائي اسرع يكون. اي ممكن اسرع يكون ماكو مشكله. بس عباس يحب يعني يدويا يعني دائما يكره هاي الاجهزه. ويشجع المنتج الاخضر باعتبار كله اخضر. ديكور مالتنا. اي ما. اليوم سوينا كيكه بالكيوي على اعتبار خضره. ها؟ جاي الصيف. موجودة كيكة بالكيوي؟ اي صرت. واسويها ليش ما اسويها؟ تخاف من احد كذا اسويها تعرف تطبخ. شو تقول فروس اسويها؟ ها؟ شوف شلون قامت تتماسك؟ اي اكيد تتماسك. ما شاء الله سحر بيدك سحر. بالخلاط اي اشكرك. بالخلاط الكهرباء حتكون اسرع. عندنا وكيل. انا اكو وايد من المشاهدين من يشوف اله يعني تشتغل بها او كهربائيه او هذا يستصعب الموضوع. من يبغى اقول له اجيب خلاط منين اجيب هذا ما عندي اياه. لا اغلب البيوت عندهم ايه. خلاط. وازيد به يعني طبعا اول عارف. اي عروسه بتتزوج لازم خلاط. يمكن اضحي بست البيت بس ايه. الخلاط لا لازم خصوصا تجي اكلات عندك على مثلا رمضان. اي اكيد. الا الخلاط موجود. بس قول ايش قد يعيش الخلاط؟ الناس تطبخ كل يوميا. انا عندي عيش طويل يعني. لا بس اي وتجي قد تستعمل يعني كل اكلات تشبيها خلاط؟ لا اكيد يعني بالشهر مرتين او ثلاثه. انتهت ساعات عندنا بالشكل. حزين به ال اي حيصير فوقها واكيد هي من تخلي فوقها تدخل برات لازم حتى تبرد ال كريمة تتماسك هاي ايه. الاشياء كلها. طيب. جي خلي. اللي فوقها. الشكل. لازم تبقى باردة حتى يعني انه اذا خليناها برا الثلاجة ما عاد ما هي اكيد هي لازم يعني تبرد لان هي يكون هو بارد. محمد صباحك. محمد صباح النور. صباح حمودي حبيبي. صباح النور. شلونك شيف عباس؟ عيوني شلونك شو اخبارك؟ الله يحفظك يا عيني. الله يحفظك. اطلب الباكر ذاك اليوم سويته ضفت لبن. اي كل لبن الزبادي. ايه يوخر الزفر هذا؟ شلون؟ يوخر الزفر لا يكون طعم بالسوب وسماك السوب يكون اثخن وشكله. شكرا لك لاتصالك. عندنا وايد اشياء ممكن ايه. توخر الزفره عوار الدارسين الهيل القرنفل. لا انا اللي خليته ليش يعني ما عندي غير اللبن اللي اخلي اكثر الزفره يعني باللبن يكون عندي الثوم والورق الغار والبصل. ورق الغار ايه. يكون عندي شكل. صباحك رقية من صراحة. رقية صباح الخير. صباح الخير رقية.
اذا انت ويانا بعد صباح النور. صباح الانوار. منورين منورين. عيوني نورك. نورك حبي. اريد لفه خميره اريد اسويها. شنو؟ لفه خميره. لفه خميره. لفه خميره؟ يعني شنو لفه خميره؟ الصرصان. السويس. عافيه. ها آه. خميره اذا سوي ها السويس اللي سويناه اشتغلناه احنا هنا اشتغلناه قبل يمكن اسبوع او قبل يومين شو اشتغلنا ما شفت وياك انت ما تقدر تشرح لي صح حلقه باتش انا شفت وياك يا حاضر هسه يكون عندي بهالشكل هذا هسه راح ابدي شكرا لك على اتصالك شكرا لاتصالك استغربت لفه خميره انا اعرف هي لفه خميره اي اشتغلنا هنا بيه. يكون اشتغلنا البسكت البسكت راح يكون عندك المطحون بسكت وراح يكون تخبطيه بالحليب على ما يصير السماك ماله يكون ثخين وتضيفي له ويا الحليب يكون زبد راح تخلين زبد بجدر صغير يكون بسكت عندك 400 غرام وتخليه قالب زبد راح يذوب الزبد اقلاصين حليب وياهن ورا ما فار راح تضيفين البسكت وياه شويه شويه وياه على ما يتماسك البسكت والحليب والزبد. لا انا اعرف لفه خميره وراح تخلين اي وراح يبرد شويه وراح تخلينه بالكيس تفتحي ابو ناصر حتى نفذ اتصال اذا صباحك ابو ناصر. راح يبرد شويه بس نص صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. بدور عينك حتى لا نريد نفقد الاتصال وياك. الو ابو ناصر. الو الو حبيبي. الو الو نسمعك ابو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عين ابو ناصر شلونك استاذ عباس؟ يا ورده يا النورين يا النورين انت وهاي الحلوه اللي وياك يا النورين الشاشه انت وهاي الحلوه اللي وياك. حبيبي حبيبي نورك عيوني. حبيبي يعني اريد اسوي دور ما تعرف المره يعني تعرف الزواج جديد وهذا وما تعرف المره بالطبع بس شلون احنا نرحم والدك. يعني مو بس انا صار قال لك زواج جديد ما ضبط الدور. لا شاطره ترى. حبيبي شكرا لك. ممكن هو يدخل على قناه الرشيد وراح اشوف يعني مقادير موجوده امامك الدور ما تقدر تاخذها بلقطه سريعه من التليفون تخزنها. اي والمقادير الدور موجوده مو يعني تطبيقها موجود يعني المقادير موجوده سواها شيف عباس على اليوتيوب. ادخل على قناة رشيد فقرة مطبخي نكتب الدولمة طلع شكلها للكعكة طلع شوف الكعكة وشو عنده اضافات طبعا اضافات ومستلة لمسات مثل شيف عباس اكيد انت كلك لمسات اشكرك هسه النهاية انتهينا منها طبعا هاي تدخل تدخل براد اكيد ثلاجه ايه تخليه تبقى يمكن نص ساعه تقريبا نص حسب ساعه حسب برودتها ايه. نص ساعه كلش كافي وانا مخلي لان هي مخليها انت اللوف قوي ايه. هو ايه لا ومخليها انا قبلها عندنا محمد يسعد صباحك محمد نفيك حمودي نفيك زاد شويه احمد ويانا انت على الهواء السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بس بخصوص هاي الكيكه قاعد تسوونها. ايش بيها؟ ايش بيها شلون مقاديرها؟ اريد نعرف مقاديرها. مواصفات. ثاني مره يعني شكرا ثاني مره اريد نعرف نسويها. اوكي ممكن مقادير المخرج على الشاشه. تطلع لنا على الشاشه مقادير. مقادير لوف. يكون لوف. يكون لوف واحد كيس. راح تتقطع الاطراف مالته يكون بس السمك الداخلي. يعني يكون هش لين والاطراف مالته تطلعها على صفحه وراح تجيب نوتيلا تفرغها بكاسه ويا النوتيلا كلاص حليب وراح تخبطها خبطه حلوه راح تنتهي الحليب والنوتيلا يصيرن يعني ساج منسويه وتضيف وياهن كريمه الشانتيه تشيس مباشر تضيف وياهن وتخبطهن راح يصير السمك ثخين على شكل كاكاو تجي تخلي بالقالب قلنا هذا القالب الموجود قالب راح تخلي بي اي قالب دائري او راح تخلي تشيز جوا هنا خليه يطلع تشيز منه ومنه وراح تضيف كاكاو جوا اللي هو النوتيلا وتخلي نعم وتضيف وتخلي الطبقه الثانيه
وطبقة ثالثة ورابعة على ما يخلص عندك، راح تخليه قبل تسلف منه زين، خليه بالبراد يبرد، ولا ما يبرد راح ترجع تضيفه تقلبه على قلبه وتضيف كريمة الشانتيه كيس واحد قلاص حليب، شو لسان خفقتها قبالك، تجي هنا تخليه وتخلي السيروب هو الكاكاو موجود. شكرا لك حبيبي والف عافية. ونشوف تمن 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 جهز عندنا مروه، وش تقول يستوى حسب خبرتك يعني؟ ليش تحس انها خبيرة كيمياء او فيزياء؟ هسه بس على شرط يعني اذا طب مطبخ يعني الدخانه توصل شيله شيله طب وبانذار وخلي ارقام المطافي حاضره يعني. هسه عندنا هنا راح نجي هنا نجيب راح نسوي احنا اليوم مثل مثل الدولمه. اي مقلوبه هي مقلوبه احنا قلوبها حتى نقلب مثل الدولمه. هسه عندك الميكان ومالتك هاي تقولها مقليه مقليه اكيد يعني باذنجانه اكيد تعرف وين تقلين باذنجان. اي بس شايف على ما تكافح المرور بيها وتخليها مي وملح وهاي طبعا اكثر حسب مثل الورده. ها هسه راح تقلب بهالشكل هذا لا التشكيله دي يسويها هندسيه يعني واحده هسه نضيف نجي هنا صباحك احمد طفي. من كربلاء احمد ويانا احمد على الهواء. صباح الخير حمودي احمد انت ويانا على الهواء حبيبي وعليكم السلام هين حمودي الو السلام عليكم استاذ وعليكم السلام قلبي ابي اسال سؤال ابو احمد قال طبقه الفسنجون صار تأمرني تسلم تسلم صار حبيبي عيون الله يحفظك شكرا لك لاتصالك واحنا راح نشتغلها ان شاء الله بالايام هاي القادمه ان شاء الله هذا الاسبوع اشتغلها حتى راح يعرف مقاديرها شلون طريقه تحضيرها اكيد اكيد هاي اول طبقه اول طبقه نخليك ثانيه موجودة طبعا ابد ما بيها دهون هاي خلي سعرات الحرارة اي لا ابد ما بيها ابد ما بيها خضار شوي هاي الفلفل البارد والبصل ايه. انت حامسه شوي بدل شوف مالتي اضيف سمن؟ ضيفي ضيفين؟ لا لمساتك ما خلي خاف تخرب وبعدين لا اشتغل يلا بس حلا تاريخي عندنا ام نور من واسطه صباح النور نور صباح صباح الانوار النور عافيه اسال عن على كعك ابو السمسم كعك ابو السمسم كعك ابو السمسم ممكن كعك ابو السمسم راح يصير بالزبد اي تحطون مقادير على الشاشه صار اوكي ما على الشاشه ما راح يكون بعدنا مو محضرين بحلقه من الحلقات السابقه فما راح اشتغلها ان شاء الله راح نشتغلها يا ام نور وراح تعرفين شلون نشتغل هو راح يكون كعك السمسم بالزبده والدهن الجامد والطحين راح يصير على شكل شلون يعني شلون مال ال شو اسمه؟ يكون البيتي فور نفس البيتي فور يكون عندي واحد تشتغليه بالقالب وتخليه على شكل بصينيه ودهن جوه وتشتغليه بالقالب راح يكون الكعك السمسم. وش راح نشتغله هنا وراح تشوفين مشاهدينا يعني احنا المقادير تكون حاضره ويانا بالجو الاكلات سابقه احنا حضرناها بالبرنامج فبعض الاكلات ما عندنا المقادير ما تكون جاهزه لان ما حضرين ان شاء الله احنا راح فاحنا اي اكله تكون مقاديرها حاضره نعطيكم اياها كانت سابقا انه طبخها شيف عباس وان شاء الله احنا اي واحد راح يريد اي اكله احنا راح نشتغلها وراح نشوفها نشتغلها اكيد اكيد نشتغلها على البارد هسه الكيكة هسه بتعمل ليش هسه ضفنا تمن هون هي للعائلة هاي سويناها عائلية
هسه بعدين تقريبا طبقه نخلي اكيد نخليها خليه بعد طبقه مشكله اي تكون مشكله نزع على اي بايركس بايركس شكل هسه هنا فلفل والبصل حاليا انت خلصت خلي هاي بعد ما عاد اشكال فيها هسه انتهت بعد عندي شوي ندوس بيها حتى ما تفلش عندنا تصير قالب واحد تصير قالب قولي خليها بالبراد وخلي تبرد لا ما هذا الطبق البارد مقلوبة باردة خلي كريمة شام تيب شام عبيها هسه صدق ما يحب الكيك ويسوي له عيد ميلاد شو يخلوا له؟ الكيك؟ اي يعني واحد ما يحب الكيك ويسوي له عيد ميلاد شو يخلوا له يعني شو يسوي له طبق يعني شو القطعه اللي يخلوا لها بها الشمعه شنو هسه قال شيء اذا المخلص قال تمن ومرقه يعني يسوون هاي المقلوبة مثلا يقلبوها ويخلون شمعة؟ اي عادي ماكو اشكال انت برايك يعني شنو بديل الكيك الباردة او الحارة؟ يعني اذا تعاجبك هيك ممكن تسوي احتمال انا شفت ناس سووها برقية عصير سووها مثل الكيكة؟ الرقي؟ اي هسه مرحلة الوحش هسه ممكن بسم الله الرحمن الرحيم سير ما شاء الله عليك قالب واحد عاشت ايدك ويدك س يعني طيب احنا هم قلنا خبطنا اللحم أي. يعني سويه ويا التمن ويا التمن راح ويا التمن ضاع ويا نعم طيب مشاهدينا يعني كانت هذه طبخة اليوم الرئيسية واللي هي مقلوبة واللي شفناها حضرنا ويانا الشيف عباس وكيك لوف اللي حضر واكيد يحتاج لبراد ايضا حتى تكمل التجهيز بشكل كامل ويصبح جاهز للتقديم اشكر حسن متابعتكم ويانا من الساعه 9 لحد الان واشكر كل اللي اتصلوا بينا وشاركوا ويانا في فقرات مطبخي واتمنى الحظ الاوفر اللي حاولوا يتصلون بينا وما حصلونا لهذا اليوم واشكرك شيف عباس عيوني ان شاء الله دائما تتحفنا باكلاتك الجميله مشاهدينا وصلنا الى ختام مشوارنا الصباحي اتمنى لكم نهار جميل وسعيد ونلقاكم بامان الله ونترككم ايضا برعايه الله الى اللقاء